السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبيباتي، اليوم بناء على طلب إحدى الخوات طلبت من عندي تجاعيد حول الفم. طيب أنا هاي الوصفة اللي راح أسويها تنفع حول الفم وحوالين العين وبالجبين كمان، طيب كتير كويسة وكتير منيحة، وكمان راح أعطيكم ماسكين. طيب بحكي لكم يا أو ماسك طيب راح اعطيكم اياه، لان المواد ما موجوده عندي، فحاولوا انتم وفروا المواد وسووها. بس الماسك اللي ما متوفره عندي المواد اتمنى من عندكم انكم تسووه، لانه كتير كويس كمان، وهاي الوصفه اللي راح اعملها كمان كتير كويسه. فاتمنى من عندكم خواتي انكم تطبقوا نفس الوصفه تبعتي ونفس الخطوات. طيب حبيباتي، كيف من اسباب ظهور التجاعيد حول الفم او حول العين او بالجبين؟ حبيبات، بتكون هاي التجاعيد تظهر عند النساء عادة في سن، يعني في هسه بوقتنا هذا من كثرة المكياج، حتى في السن المبكر يعني من العشرينات وفوق تظهر عند الصبايا من كثر استعمال المكياج. وانا سبق وقلت لكم خاصة المكياج اللي تكون نوعياته كتير رخيصة. فاتمنى من الخوات، ودائما اذكر حبيبتي مو الا تكون عندك نسبة كبيرة من المكياج وكبيرة من المواد مال التجميل. ممكن تشترين مواد شوية يعني غالية الثمن، بس بنفس الوقت بتكون ماركاتها منيحة عشان ما بتأثر على الوجه، لأن هاي الماركات اللي تاخذوها بدينار ودينارين صدقوني حبيباتي، صحيح هي حلوة وطلع بشرتكم كتير حلوة، بس إلها أعراض جانبية. فأتمنى من عندكم إنكم تشترون ماركات معروفة عشان ما بتأثر على بشرتكم، خاصة حوالين الفم حوالين العين كتير صعبة هاي المناطق. حتى بالتجميل يعني بعمليات التجميل بالذات حوالين العين بتكون كتير صعبة، وبحالة يعني عملية التجميل تتغير شكل المرأة نهائيا، يعني كأنها مو هي. انتبهوا على الممثلات وانتوا تعرفوا. المهم حبيباتي، زي ما قلت لكم تظهر عند النساء خاصة من عمر 30 كما فوق، وهاي تظهر على شكل خطوط رقيقة ودقيقة. من أسبابها حبيباتي هي الرياح، يعني كمان إذا مثلا الرياح الهواء البارد أو الحار الكتير، خاصة الهواء الحار، طيب والتعرض إلى الشمس دون واقي شمس، والتدخين حبيباتي كمان، والجفاف البشرة. عشان هيك دائما أنا بحكي لكم دائما يعني إذا ما عندك أي كريم مرطب أي إشي اعتن، يعني إلجئي لزيت الزيتون، كتير كويس زيت الزيتون، زيت جوز الهند فظيع للبشرة، يعني ذني المادتين يعني زيت الزيتون وزيت جوز الهند لو ما عندك تستعمليهم، صدقيني ما راح تحتاجي أي كريم مرطب للبشرة. طيب حبيباتي، وأتمنى كم، وهاي الخطوط حبيباتي يعني بتضر كثير المرأة، يعني كثير صعبة المرأة من تشوف خاصة بعمر مبكر وتكون عندها هذه الخطوط. طيب كيف راح احنا نبدي نعالجها؟ راح نعالجها حبيباتي، انا بالنسبه لي اليوم راح اسوي زي ما قلت لكم وصفتين. راح اعطيكم اول وصفه انتو تعملوها، هي بتكون حبيباتي من زبده البحر. زبده البحر حبيباتي كتير منيحه زين للبشره، تعالج الكلف، وسبق وانا حكيت لكم، بس مع للاسف انا ما عندي زبده البحر، وتقاوم كمان التجاعيد والخطوط البيضاء اللي بالجسم. ان شاء الله بس تتوفر عندي انا راح اسوي لكم من عندها كتير وصفات، وتكون يعني عمليا كمان مو بدون بس حكي. طيب وكمان هي زبدة البحر تشد الجسم، وكتير كتير مفيدة كمان بكتير شغلات، وانا ان شاء الله راح انزلكم عليها مثل ما قلت لكم وصفات. طيب هسه شو راح نسوي؟ يا ريت حبيباتي اللي عندها نقول تجاعيد حول العين او حوالين الفم او بال يعني حول العين او بالجبين عندها هون او بالفم، شو بتسوي؟ تاخذين قليل من زبده البحر وتعجنيها حبيبتي ويا المي، يعني بس زبده البحر طيب، وتعجنيها ويا المي، تسويها شلون نقول مثل العجينه زين. واذا تقدرين يعني تاخذين مثلا نقول ملعقه من زبده البحر، وتاخذين معاها نقول ملعقه من
الطحين اللي تبعتنا اللي نخبز فيه وتخلطيهن مع بعض وتعجنيهن بالماء، تسويها شلون العجينة من بدك، تخبزين خبز وتسويها على شكل حلا يعني على قد شلون نقول عيونك، شلون زي الكمادات يعني، زي شلون نقول ان شاء الله بتكون عندي هيك زي هيك قطع صغيرة تسويها، مثلا نقول عندك هنا نقول تجاعيد ونقول هاي عجنتيها انتي وسويتيها هيك، تحطيها هيك تحت عينك وفوق عينك كمان، اذا ما بتمسك عندك فوق العين حاولي شوية يعني شلون نقول سويها مثل الكريمة حطيها. بالنسبة للجبين نفس الاشي، سويها شوية ثقيلة ومسكي فيها البشرة. حوالين التوم كمان نفس الاشي، حاولي سويها شوية ثقيلة وحطيها على البشرة. اريد يعني تصير الكمية مثلا تبعت الطحين ومع زبدة الشيا متساوية، حتى لو كانت الطحين اقل افضل يعني، عشان زبدة الشيا تكون اكثر من عنده، مو مشكله اذا زاد مو مشكله. المهم حبيباتي لازم زي ما قلت لكم تكون هيك مثل الكمادات، وتحطيهن هيك وتسيبيها تقريبا يعني حوالين العين على الجبين، كمان تحطيه حوالين التوم كمان، تحاولين اذا ما مسكت معاكي فرضا ما مسكت حاولي شويه شلون نقول خففيها وحطيها حوالين التوم تبعتك. ولازم حبيباتي تسيبوها تقريبا من 20 25 دقيقه، كتير كويس، وتكررين هاي العملية. إذا أنا مطيتك كمية كتير كبيرة يعني ما تسوين هاي الكمية، تسوين أقل زين يعني بالملعقة الوسط، وتكررين هاي العملية بالأسبوع 3 مرات للوجه. بعد ما تغسلين وجهك يا ريت ترطبين وجهك بزبدة الشيا، زبدة الشيا كتير كويسة كمان للتجاعيد. شو بتسوين خاصة اللي عندها هذا الشيء متواجد يعني ما بدها حماية، هو هذا الشيء متواجد عندها، تاخذين زبدة الشيا ونقول هون مثلا نقول عندك هنا حوالين التم من هون ومن هون خسفة، حبيباتي دايما بهذا اصبعكم تمسكيها هيك وتشيليها لي فوق، حاولي دلك. اذا انا ما قادرة اوضح لك شوفي تدليك حوالين الفم وحوالين العين والجبين طيب بزبدة الشيا، التدليك كتير كويس لهذه الشغلة يعني، عشان شو نقول نبعد هاي التجاعيد لازم تدليك مستمر دائما. في أخت كتبت لي حكت لي التدليك يأثر، لا حبيبتي التدليك كتير كويس زين للمناطق اللي فيها شو نقول تجاعيد، بس مو تدليك كأنك بدك يعني، لا تنسين منطقة العين كلش حساسة، افتحوا على البحث وشوفوا كيف التدليك عشان تتعلموا زين، منطقة العين كتير حساسة، منطقة الجبين إذا كان التدليك تبعتك غلط بالعكس رح تزيد عندك التجاعيد. حوالين التم في شلون نقول في تمارين، اول في تمارين تعمليها انت بدون تدليك يعني، تمارين اللي هي تفتحي فيها تمك وتسكري وهيك، حاولوا شوفوها. انا ماني قادره حبيباتي سامحوني ماني قادره اوصف لكم كيف، بس انتوا تقدروا على البحث تشوفوها. دائما رطبوا بشرتكم لا تسيبوا بشرتكم بدون ترطيب زين حبيباتي. ويا ريت حبيباتي كمان بتعملوا هذا الماسك اللي انا راح اسويه، يا ريت حبيباتي شايفين انتو هذا، ما بدي اي معجون اسنان، بدي هذا المعجون الاسنان، هذا المعجون الاسنان فيه مواد كتير حلوة تنفع كمان للبشرة، لا تخافون من عنده طيب، خلوه بكل احتمال صحيح. انا اقول لكم اللي تتحسس، فرجاء ارجع واقول منطقة العين كتير حساسة، اللي تتحسس من عنده تحت العين ما تعمله نهائيا، هاي اللي بحكي لكم اياها نهائيا ما بتعمله، تعمله على الجبين وتعمله العفو حوالين التم، للعين تحاول تعمل اللي هي زبدة البحر زي ما قلت لكم. زين شو راح تسوون حبيباتي؟ تاخذون مش كثير، احنا بدنا من عنده قليل جدا، كثير كويس ترى على فكره كل التجاعيد، وفي من عنده وصفه انا اعطيتها الاخت بس على الفيس، بس ان شاء الله بطلع لكم اياها كمان. طلعوا ما راح ناخذ كثير، ناخذ كلش قليل، يعني كيف من تغسلين اسنانك قديش تخلين على الفرشه بنفس الكميه تخلين. وشو راح تخلين كمان معاها حبيبتي؟ راح تخلون معاه، ما بدنا بس هالمرة بياض البيض، بدنا بياض البيض مع صفار البيض، يعني اثنينهم مع بعض، راح ناخذ بياض البيض مع صفار البيض. انا ما راح اسوي كمية كبيرة طيب، راح اسوي كمية كلش قليلة
زين، لاني انا صراحه بدي احكي لكم، انا مسويه البلازما الوجهي، فاليوم سويتها، فما حابه احط اي كريم على وجهي، لان اول يوم ما يعني ما بيصير افضل، لان الاوبر جديده، فما حابه 3 ايام احط اي ماسك على وجهي. يعني نقول مثلا حبيباتي نص البيضه، نص البيضه من البياض ومن الصفار، يعني نص البيضة من الصفار ومن البياض. إذا شايفين أنا الكمية عندي قليلة فما في داعي أنتوا، أنا راح أحطها هسه كلها، ما بدي إياها، لأن أصلا هي البيضة وهذا الماسك يعني ما راح أقدر أستعمله. طيب، وهيك حبيباتي تخلطوه كله مع بعض، تحاولون تخلطوه كتير كويس بحيث معجون الأسنان بيصير ويا البيض كويس. اللي بدها تكتب لي تقول لي معجون الأسنان بيصير أبعده، لا ما بيصير تبعديه، إذا بدك تبعديه يعني، بس أنا يعني هاي الوصفة هي اللي مزبوطة 100%. زين، هاي الوصفة صراحة مش من عندي، عشان تكونون يعني شلون نقول يعني فاهمين، يعني عشان نقول ما بكون اغشكم، هاي الوصفة انا كنت عند الدكتور يعني بالانتظار. طيب، وبمجلة من المجلات قريتها وعجبتني هاي الوصفة، زين، فحبيت. بس انا المعجون الاسنان بستعمله حتى لترطيب البشرة، وسبق وطلعت لكم فيديو لترطيب البشرة من عنده، يعني ما لا تخافوا من عنده، وبياض الصفار ومع البياض كتير كويس للبشرة، فابدا ما بيأثر. طيب، شو راح نخلي له هسه؟ راح نخلي له حبيباتي اللي عندها زبدة البحر، يا ريت تخليه زبدة البحر، اللي ما عندها زبدة البحر زي حالاتي ما عندي زبدة البحر، راح اخلي ملعقة وسط من قشور البيض، قشور البيض اللي هي نغسلها وننظفها زي ما علمتكم، رجعوا على الفيديو اذا بدكم. زين، تاخذون قشور البيض وشو بتسووا له؟ تاخذون ملعقة وسط، انا هاي الملعقة اللي عندي كلش صغيرة، عشان هيك شفتوني اخذت ملعقتين، ملعقة وسط، وتخلطوها هيك مع بعض. وبعديها حبيباتي شو بتسووا؟ تخلطوه كله هيك مع بعض. البيض الكل تعرفه كتير كويس للبشرة، وأنا سبق وذكرت لكم شو بينفع هو، وكمان القشور البيض كتير منيحة، اللي عندها زبدة البحر تقدر تخلي زبدة البحر ويا هذه الوصفة. طيب، اللي ما عندها زيي بتقدر تسوي هيك. طيب، انا ما راح اكبها بكره، ما راح اقدر كمان اسوي بعد بكره، اقدر اخليه على وجهي، ما راح يسوي، اقدر هو هاي قديش تبقى 3 ايام او يوم الرابع اقدر استعمله وبعدين اكبه، يعني ما تسوون كميات كلش كبيره. طيب، وراح اعصر عليه مو برتقال ليمون، راح نعصر عليه برتقال، عشان البرتقال كمان كتير كويس للبشره. زين، راح ناخذ قليل من البرتقال، مش كثير، يعني تقريبا ملعقة ملعقتين ما راح يضر. طيب، ان شاء الله يكون واضح او انا بشتغل. طلعوا هذا هو شكله، راح نعصر معاه قليل من البرتقال. طيب، هذا كله هيك مع بعض حبيباتي، وبعدين تخلطوه هيك كله مع بعض وتخلوه، يعني حتى ترى المعجون مال الأسنان هون اختفى، ما راح يضر أبدا حتى تحت العين. تاخذيه حبيبتي هذه الوصفة وتخلين هيك، تاخذين من عندها يعني نقول هيك. طيب، تاخذين هيك من عندها وتخليها على كل الوجه بالكامل، اللي ما بتتحسس من المواد بالكامل تحطه، حتى قشور البيض كتير كويسة على البشرة. بتخلوها هيك حبيباتي وتسيبوها زين لحد ما تنشف، زين بس تنشف حبيباتي، انا معلش هسه بس راح امسحها وبعدين اغسل، بس تنشف شو بتعملوا؟ ما راح اقدر ما اتحملها هيك على ايدي، زين بس حبيباتي تغسلون وجهكم من عنده، شو بتعملوا؟
على السريع بترطبوا بشرتكم زين. دائما حبيباتي حوالين التوم حاولوا دائما خلوه. دائما حبيباتي معجون الاسنان صدقوني كتير كويس هو للبشره، بس مثل ما قلت لكم هذه النوعيه الله يخليكم هذه النوعيه، ما بدي اي نوعيه غيرها. يعني اشتري لك وحده مو غالي اظن حتى بالدول العربي وبالعربيه العفو تقدرين تستعمليه كتير منيح. حتى لو اخذتي وخلطتي اخذتي قليل بقد ما بتغسلين اسنانك، قديش تاخذين الكميه اللي تغسلين فيها اسنانك وتخلين معها كمان تقدرين قليل من المي وقليل من الطحين وتخلطيه مع بعض وتحطيه كمان بالمناطق اللي فيها التجاعيد كتير كويس. يا ريت هاي العمليه هذه ولا تبعت الطحين ولا اللي اعطيتكم اياها تبعت زبده البحر مع الطحين كمان، هذه لو سويتوها بالاسبوع 3 مرات خلال شهر راح تاخذون نتيجه. بس لازم وحتما وضروري حبيباتي انكم شو بتعملوا؟ تعملوا التدليك عشان المكانات اللي عندكم فيها تجاعيد بتفتح وتصير كويسة. بالنسبة في خوات كتبولي عندهم بتكون دمارات كتير واضحة بالإيد كمان حبيباتي. لو أخذتوا المعجون الأسنان طيب مع قليل من الطحين وخلطتوه مع قليل من ماء الورد أو الماء العادي زين، وحاولتي حطيتيه على إيدك وإنتي تحطي حاولي تسوي تدليك الإيدك ودائما دلكوا إيدكم بالزيت الزيتون أو زبدة الشيا عشان هاي الدمارات أنا أيام تطلع عندي بس أحاول دائما أسوي لها عشان تروح زين. حاولوا دائما حبيباتي. هذا الماسك مو بس حبيباتي على فكرة بيبعد التجاعيد وهاي، لا بيوخر البثور اللي تطلع على المناخير بالوجه، كمان تبعد حبيباتي البقع الداكنة ويوحد لون البشرة كتير كويس. أتمنى من عندكم حبيباتي أنكم تعجبكم هذه الوصفة وأنكم تطبقوها زين. وكمان أتمنى من عندكم حبيباتي أنكم تنشروا هذا الفيديو بين صحابكم وأصدقائكم، وكمان اللي حابة تزورني على الفيس أو على الانستغرام فأهلا وسهلا فيكم. وأتمنى من عندكم حبيباتي كمان أنكم تطبقون الوصفة يعني مثل ما أنا شرحت لكم إياها عشان تعطيكم نتيجة خلال شهر. ومع السلامة.